مشاهدينا برحب فيكم عن جديد بفقرتنا الأخيرة من برنامجنا صباحي على الموعد. بيسعدني استضيف معي اليوم السيدة هانيا جاد قبان. أهلا وسهلا فيك يا سيدة هانيا. شكرا، ميرسي كثير. حضرتك أرت ثيرابيست، رح نحكي مطولا عن هالمجال الواسع يلي حضرتك عم بتخوضيه، بس قبل بدنا نعرف المشاهدين كيف يعني أرت ثيرابيست وليش قررت تخوضي هذا المجال بالذات. اوكي، الارت ثيرابي هي نوع من علاج خلال الفن، بتشابه السايكوثيرابي اللي هي علاج نفسي، بس بيدخل فيها العلاج مع الفن، فبنستعملها كوسيلة انه نقدر نتواصل مع الكلاينت ان كان ولد او شخص ادولت، بطريقة انه يعبر عن مشاعره ويعبر عن القصص اللي زعجته، وبنحكي فيها كمان بهالطريقة. يعني هو من أرقى العلاجات بما أنه اللاغ هو راقي جدا. مظبوط، نعم. مظبوط. ف ليش نقيت هالطريق؟ نقيت هالطريق لأنه كنت دارسه أنا قبل تاريخ الفن، فحبيت كتير كيف شخصيات فنانين مثل فان جوخ أو فريدا كالو عالجوا حالهم بنفسهم خلال فنهم، وفتحت لي عيوني على هالدومين. فبعدين درست الفاين ارتس، وبعدين كمان فتت سايكولوجي، وبعدين عملت الارت ثيرابي، وبهالطريق صرت اكتشف حالي اكثر انا كمان خلال الفن. حلو. صرت اشوف انه الصوره بتحكي ألف كلمه وبتعبر كتير اكثر حتى من الكلام، وفي كتير اشياء يمكن نحن يلي ما بنحب نواجهها او نشوفها بتبين اذا بدنا او لا، بتبين بالارت. نعم. فهيدي بتعطي وسيله للثيرابيست انه يتواصل اكثر مع الكلاينت ويقدروا يحكوا بالمواضيع اللي بتجي، وكثير مرات بتبين كذا مره بشغلهم، فهالشيء بيساعدهم كمان انه يشوفوا شو وين المصدر المشاكل وكيف فيهم يعالجوها او يحكوا فيها يتخطوها. يتخطوها. قبل ما نفوت بالارت ثيرابي رح نشوف فيديو سوا وبنرجع للمقابله. ما تخلوه يوقع، ما ننتبه على البالون تبع أصدقائنا. نحن عم نشوف هون ولاد صغار. نعم. عم بيعملوا نوع من اللعب اذا فينا نقول، لا رح نفسر شو هو. بس الاشخاص المستهدفين هن بس ولاد او كمان مستهدفين الكبار بالعمر؟ لا، كل الاعمار. فينا نبلش اذا بدك من عمر 3 وبالطالع، وبهالموضع هون عم بيعملوا مثل سوشيال ايموشنال بوندينج اند نوع من بلاي ثيرابي يلي كثير مرات بستعمله قبل ما بلش، لما يقعدوا ويلونوا او يشتغلوا بايديهم حتى اللي يرتاحوا، ونخلق جو يونيتي بالجروب. يعني شو بيساعد البلاي؟ بيساعدهم يرتاحوا، بيساعدهم يخلقوا مجموعة حلوة بيناتهم، يصير لما يلعبوا مع بعض فيهم يقدروا يساعدوا بعض كتير أكتر. فهني بيتعلموا من بعض كمان الأولاد، فهيدي بتخلق جو حلو حتى لي لما حضرهم أنا الستيب التاني يكونوا مع مشاعرهم ويواجهوا قصص مع ذاتهم، بيكونوا مرتاحين أكثر وفي انفتاح أكثر. نعم. الأشخاص اللي بيرجعوا لإلك بيكونوا أشخاص بيعانوا من اضطرابات معينة أو من مشاكل معينة؟ في يكون عندهم اضطرابات معينة أو مش مشاكل معينة، فيهم كمان يجوا بدهم يشتغلوا على حالهم، بدهم يتعرفوا على حالهم أكثر، بدهم يرتاحوا، بدهم تو دي ستريس، يعني كلنا بنعاني من الستريس يعني. ايه، وكمان فور فن، وبنموا كمان الخلاقيه فيهم، الكرياتيفيتي تبعيتهم. ممكن يكون في حدا منهم ما كان عنده اي نوع كرياتيفيتي او منه عارف انه عنده شيء بالرسم، يمكن شيء بالتلوين او غيره، ويكتشف عندك انه عنده هالموهبه؟ طبعا هالشيء كثير بيصير باميلا.
كتير مرات بيجوا ما بيكون عارفين انه هن عندهم موهبة للفن، او بيعرفوا بيعملوا اشياء كتير حلوة. هو الهدف مش انه يعملوا شيء حلو، الهدف انه يعبروا عن حالهم. لكن بتصير وقت الاكتيفيتي اللي بيعملوها، وقت الرسم، بتبين معهم قصص، بتعطيهم ثقة بنفسهم اكتر، انه ولا انا ما كنت عارفة انه بيطلع مني هيك شيء. عرفتي حلو. كيف؟ وانت اكيد بتساعديهم بطريقتك، بتضلك دايما موجودة معهم؟ طبعا، هن وعم بيرسموا انا براقبهم من الاول للاخر. الريزلتا مش بس اهم شيء، هو كل البروسيس، كل الطريق اللي بلشوا من الاول للاخر. وبتامل شو عم بيعملوا، شو الازياح اللي عم يستعملوها، شو الالوان اللي عم يستعملوها، شو الفورم او الاشكال يلي طلعت بالرسم او بالكلاي، لانه بعمل كمان اشياء 3D. كمان بنعمل بالرايتنج، كرييتيف رايتنج، بيكتبوا، فيهم يغنوا كمان، فيهم يتحركوا، فيهم حتى يستعملوا آلات موسيقية. بس أكتر شيء أنا بعمل فوكس على الفن، يعني الار فيزيوال، اللي هو أكيد ضمن اختصاصك يعني. مزبوط مزبوط. ف بس يخلصوا بنحكي مثلا إنه بلشت هيك، عملت هيك، صرت هيك، كيف كانت هالبروسيسيوس لإلك، كيف كان هالمشوار لإلك، شو حسيت من الأول للآخر، كيف كان لإلك شعور تشوف واجه مثلا ورقة بيضة، بعدين كيف وصلت لوصلت لهالنتيجة. فبهالطريق بيحكوا، بيعبروا عن مشاعرهم، بيعبروا عن أشياء، وكتير بتظهر أشياء يلي بحياتهم الخارجية والجوانية بتظهر بهالبروسيسيوس هيدا، ومنصير نقدر نحكي عنه أكتر. نعم، رح نبلش نشوف مجموعة صور وتعرفينا تفسري لنا شو كانوا عم يعملوا. رح نبلش نشوف معنا اول صوره، هيدي اتس كوت. هون شو هون عم بيعملوا كولكتيف اكتيفيتي، الاولاد اللي شفتيهم قبل عمرهم من 9 ل 12. عم بيشتغلوا هون على انه يكون على الحواس، الحواس هي تبع اللمس، فبحطوها وبعدين بنلزقها سوا وبنكتب عن مشاعرنا، كيف حاسين، حطوا بالقلب كالم، كونتنت، هابي، بعد الاكتيفيتي. هون شخص تاني عم بتلون بايديها مشان تقدر تعمل شيء بنسميه letting go، تقدر تسترخي وترتاح وما يكون عندها شعور انه لازم كل شيء يكون في بيرفكت. أوكي. ما يكون في شيء perfection يعني. مزبوط. نفس الشيء بالفراش اللي شفتيها، كمان تكون هي كتير فلويد وايري وليكيد. هون كولورينج ثيرابي، هيدا احلى ثيرابي لإلي. كثير بحب الكولورينج. اي عن جد كثير بتريح الاعصاب، بتعطي سنس اوف فوكس وكونسنتريشن. هون ذا ديفاين اي مع ذا انفينيت ايت انفينيتي، وفي الكرييتيف جورنالينج كمان. هون اكواريل مع جولز، الوان قوية شوي. بس هون ماسك بلشنا، هون الماسكس تبع الأولاد اللي شفتيهم قبل. ليش؟ كل واحد عمل ماسك، بتعطيهم بوسيبيليتي انه يكونوا شخص تاني. أوكي. وبنفس الوقت ينبسطوا ويكونوا كاركتر بشي فيلم او شيء اللي شافوه اللي بحبوه وبحبوا يعيشوه. أوكي. وبنفس الوقت اذا كان كاركتر جوكر شخصيته غامقه شوي، ما يخافوا انه يعبروا عن الشادو اللي هو بذاتهم مرات لما يكونوا خايفين. صحيح. او متربين او عايشين غضب، فهالشي بيسمح لهم بطريقة انديركت انه يقدروا يعبروا عن هالشي خلال شغلهم، خلال الماسك. نعم. هون كمان عم نشوف مجموعة صور رسومات. مزبوط. ولاد كلهم يلي عم هلأ، لأن حاليا عم بشتغل مع سامر كامب مع LDPA وهيدا شغلهم. ف هون 6 year old boy انا عم بمسك له ايده وعم برسم معه حتى اللي يقدر يتعرف على الالوان، بقول كل الالوان وبيعبر عن حاله، بنساعده كمان بهالطريقه انه يحس انه هو عم يخلق شيء كمان. نعم نعم. هون كنت عم بحضر لاتوليه يلي بيشمل رايتنج، كرييتيف رايتنج، اكواريل بينتينج وغير اشياء. نعم. بعد في صورة لفتتني كتير بس بعطي لي إياها. هيدا شو؟ هون البنت عندها نوع من OCD، كتير بتخاف من النظافة أو بالأخص النظافة. فوين ما بتروح بتاخد معها الويت وايبس. فهون بعد ما لعبنا بالأكتيفيتي تبع البالون، خلقنا لها هي اكشلي، اعطيتها هول الريبان وقلت لها خلق منهم شيء. فطلعت بهدول مثل الهاندلز،
فشو صار معك هون؟ صرت قلي هيدا ساك، شو الساك؟ شو بيحمل فيها الساك؟ وشو الساك اللي شو بتحطي انت بغراضك كل يوم؟ فصارت تخبرني شوي شوي شو بتحط بالساكة ومنه الويت وايبس. فمن هالطريقة وصلنا انه يكون هالبالون خفيف وفيها يعني تتصرفي بغير حلو. طريقة وخلقت شيء جديد منه. ممكن هو الأشخاص اللي بيعانوا من OCD أو بيعانوا من اضطراب يمكن صعب أنه يتخطوه إذا ما كان معهم بسيكياتر وبسيكولوج عم بيساعدون أنه من خلال هالثيرابي أو هالعلاج بالفن أنه يقطعوا المرحلة؟ حسب الدجري تبع المعاناة تبعولهم، إذا هي خفيفة فينا نساعدهم وفينا حتى نحولها، بس إذا كتير عندهم معاناة وعم بتأثر على درسهم على نومهم على حياتهم اليومية كتير في اضطراب شديد، لازم يكون في كمان حكيم أو بسيكولوج أو بسيكياتر بيعالجهم، ويمكن هو يشوف يقرر بجوز يمكن يكونوا بحاجة إلى دواء. لكن نحن لما نخلق الأكتيفيتي عم نغير السيروتونين بالبرين، عم نخلق جو مسلي وفن ومعبر، وكل الشعور يلي مكبوتة جواتهم عم تتعبر، فهيدا بحد ذاته بيعطي علاج. علاج أكيد. كنت عم تقولي لي أنه عم تشتغلي هلا على سامر كامب مزبوط، وعم تحضري لشي تاني كمان؟ ايه عم بحضر كمان على اتوليه مع الكبار، وانا دايما بعمل هالشي كمان مع الكبار. كل مره بكون موضوع معين، هالمره رح اعمل موضوع اللي هو بنشتغل على الليميتنج بليفز والبوزيتيف سايكولوجي والهابينس. فعندي افكار كثير حلوه حلو. وكثير حابه انه اكيد اشارككم. وبكره بس تعمل الورك شوب رح يكون لنا اكيد لقاء لنحكي عنه. صعب استقطاب الاشخاص لهيك انواع ورك شوب؟ فيه يكون شوي صعب، شوي بالحاله الاقتصاديه اللي نحن فيها شوي صعبه. بعض الناس بيشوفوا يمكن هالشيء كلكشري اكثر من ما هو نيسيسيتي، بشيء بحاجه له. لكن شوي شوي انا وزملائي بهالدومين عم نجرب نحول وننور العالم على هالموضوع قديش اهميته. إذا بتشوفي بلندن أو بكندا أوريدي الحكمة عم بقولوا للباسيون تبعولهم إنه روحوا على الميوزي، تأملوا الأرت، اعملوا أكتيفيتي أرتستيك، إن كان رقص، إن كان موسيقى، إن كان فن، إن كان غنى، دراما، كله هيدا بيساعد إنه الإنسان يتحسن ويكون أحسن مع حاله ومع المجتمع حواليه. صحيح صحيح. لفتني موضوع OCD إنه عم تعملي اكتيفيتيز للاشخاص اللي عندهم OCD. كيف بتبلشي معهم؟ بتبلشي معهم فروم زيرو؟ يعني كيف هن بالبيت؟ بتشوفي كيف بيتصرفوا؟ بتدرسي لهم شخصيتهم قبل ما تبلشي الثيرابي؟ ولا دغري بتبلشي الثيرابي على صحه السلامه شو ما كانت خلفيتهم؟ لا، دائما ببلش شوي شوي، ما بفوت دغري بالموضوع حتى لي يرتاحوا. وإجمال الجلسات بدهم كذا جلسة عن جد يرتاحوا ويدخلوا بشوي شوي بالعلاج، مش من أول مرة بتفوتي فيه. وحسب كمان الانفتاح تبع الشخص وقدي فينا ناخده ونعطي معه بالريتم تبعه، يعني ما فيك تاخديه أكتر من ما هو حاضر يقدر يجي يعطيك معك، وإلا بتخلق صدمة وما بعد فيك تكملي. فهالشي كتير مهم إنه تلحق الريتم، تسمعي للكليان قديش حاضر هو يخبرك قصص. بس لأنه بالرسمات بتظهر أشياء، فينا نلاقي هالوسيلة الانديركت أنه نوصل للموضوع بطريقة غير مباشرة اللي بتساعده أنه يقدر يحكي عن الموضوع. نعم. بتطبقي هذا الشيء على حالك؟ ايه طبعا، أنا بعمل كولورينج مثل ما شفتي الفراشة قبل يلي كانت ملونة، هيدي واحدة من شغلي. اللي شفتي الأكواريل كمان مع الأتولي البريباراسيون، هاي شغلي. الجولز الأكواريل كمان. فكتير مهم، أنا برتاح كمان بعد ما حتى مع سيشن مع كليان كمان أنا بعمل وراهم، بعمل شيء كمان أنا نفس. لأنه نحن كمعالجين إن كنا كوتش أو بسيكولوج أو بسيكوتيرابيوت أو بسيكيات، بنعطي كتير من طاقتنا وبيوصلنا كمان طاقتهم مرات السلبية اللي هن بحاجة يتخلوا عنا. فنحن بطريقتنا كمان بنرجع منعالج حالتا، نرجع نروق، تنرجع نكون سنتري وبحالة السلام اللي كنا فيها قبل. نعم. رح نشوف فيديو هلأ تاني سوا ومنرجع. Thank you.
عم نشوف هون الرسم بس ما كأنه في ميوزك حدا، ما كأنه في شيء. بتعمل جهدك انه يكون في رواق، او اوقات بتحطي لهم ميوزك؟ كيف بيكون الانفيرونمون هنا عم بيشتغلوا، او حسب الشخص؟ حسب اللي الهدف اللي عم بشتغل عليه. وبعدين بسألهم مرات، بسألهم إذا بتحبوا يكون في معكم ميوزيك دوس ولا بتحبوا تشتغلوا بالصمت. هني بيقولوا لك شو عايزين، فهي أحسن طريقة تعرفي شو بحاجة هني. فمرات بيقولوا لك إيه عايزين موسيقى تكون مهضومة، تكون لايف، تكون أبيت، حسب كمان الأكتيفيتي إذا بتتطلب هالشي. بس إذا الأكتيفيتي بحاجة لصمت يكونوا مع حالهم مع الداخلي، مثل شبه مومون ساكري إذا بدك، مثل وقت مقدس يكونوا مع حالهم، يكونوا مع روحهم مع ذاتهم، ساعتها الموسيقى يمكن تلهيهم شوي. فبأوقات بيشتغلوا بالصمت، وهون هالشخص طلبت تشتغل بالصمت، فأنا بحترم رأي الشخص وبلتحق مع هو متطلباته. حلو. فهون كانت عم ترسم عبارة عن هي مين، وطلبت منها ترسم الشجرة، لأنه الشجرة مثلنا نحن إيركت واقفين. الشجرة من البلانت، من البلانت كينجدوم، أكثر شيء بتشبهنا، وحتى جينيتيك ما بارلان كمان بتتقرب منا أكثر شيء. فإذا رسمت شجرة عم بتكون عم تعبر مين هي بطريقة غير ديركت، غير مباشرة. وبعدين بسألها كيف رسمتي، ليش بلشتي بالأعشاب، بعدين الترونك، ليش في عيون، ليش في تم، ليش في خضار، شو نوع الفواكه اللي حطيتيه على الشجرة، شو نوع هالشجرة، كيف شعورك تحت هالشجرة، رسمت حالها بعدين مين على هالبالانسوار اللي هي، شو عم تعمل على البالانسوار، شو أفكارها، كل التفاصيل. فكل التفاصيل اللي بتساعدها تحكي، كيف هالشمس، في شمس، في عتمة، في غيوم، في شتي، كيف الجو. فكل هالاشياء بتسمح انه تعبر عن ذاتها. اكيد. عن مدام هانيا جاد كبان، ثانك يو سو ماتش، ميرسي كثير لك ارت ثيرابيست على هالثيرابي اللي عم تعمليها، لانها ثيرابي جديده، وانا اكيد انها احسن من 100 دواء ممكن ناخده ويضر بصحتنا الجسديه والنفسيه والعقليه. شكرا لك، واكيد بكره بس يكون عندك الورك شوب رح يكون لنا لقاء ثاني لنقدر شوي نحكي بالتفاصيل عن هالايفنت اللي راح تعملي. ان شاء الله. ميرسي كثير لوقتك، وميرسي لمريم تي في. ثانك يو فيري ماتش. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، ملتقانا معكم بموعد جديد، دايما انطرونا.